السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة شاف ليلى جاستخونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضروا مع بعض ان شاء الله واحد الكيش بالدجاج ولي طوماط سوغيش، كيجي من الد واروع ما يكون، سهل تحضيره بعجين اللي كتجي خطيره في المذاق ورطبه بزاف ومقرمشه في نفس الوقت. الا كنت اول مره كتزوروا القناه ديالي نقول لكم مرحبا بكم، اشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر ابوني او سبسكرايب، كذلك متابعين الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد عبر القناة. فبسم الله على بركة الله نبداو بالمقادير وطريقة التحضير. إذا أول حاجة اللي غادي نحضروها لهذا الكيش، فغادي نحضروا العجين. عندي هنايا 500 غرام أو نصف كيلو ديال الدقيق الأبيض الخاص بالحلويات، عندي كذلك ساشي ديال خميرة الحلويات من وزن 8 غرام على هذا الشكل، ملحة تقريبا واحد نصف معلقة ديال الملحة صغيرة بطبيعة الحال، عندي 250 غرام ديال الزبده اللذه اللي انا كنخدم بها اللي هي المارغرين. فهادو هما المكونات وندوزو لطريقه التحضير. اذا غادي نوضع الزبده مقطعين مكعبات على هذا الشكل في الدقيق، كذلك غادي نضيفو لها ساشي ديال الخميره، اولا الا كانت عندنا الخميره بالعبار فالمهم نديرو جوج معالق صغار. صافي غادي نبداو نبسبسو هاد الزبدة مع هاد الدقيق بهذا الشكل حتى كتنسجم لينا الزبدة مع الدقيق، وعاد غادي نوريكم باش غادي نعجنوها. اذا من بعد ما كنكملو هذيك الزبدة كندخلوها في الدقيق، فالمكون اللي غادي نحتاجو باش نعجنو به هو اللبن، يعني لبن الرايب او الرايب بالنسبه للدول العربيه، لكن اللبن اللي حنا كنشربوه كيكون راكم عارفين شنو هو اللبن. فكنجيبوه هكذا بالزبده ديالو، يعني اللبن الطبيعي، وكنصفيه وكنحيدو منه شويه داك الزبده، وغادي نبداو نجمعوا به العجين. ما نحتاجوش بزاف، فقط اللي يجمع لينا الخليط ديالنا. تقريبا واحد كاس لاروب ديال اللبن. صافي من بعد ما كتجمع لينا العجين كتصبح على هذا الشكل، غادي ندخلوها للثلاجه حتى كتعاود تجمع لينا اولا كتقصح لينا داك الزبده اللي خدمنا بها، تقريبا واحد نص ساعه، وعاد نبدا نوريكم الطريقه باش غادي نطويو هذا العجين باش كتصبح لينا بحال العجين الفويتي اولا العجين المغرق. اذا من بعد ما كترتاح لينا العجين فكنخرجوها من الثلاجه، وغنكرشوا البون طافاي ديالنا بالدقيق اللي غادي يساعدنا باش اننا نطلقوها بلا ما تلصق لينا، وكنبداو نطلقوها بالدلعك مزيان حتى كنسرحوها كامله. كشفتوا الزبده ملي كتعاود تبرد صافي كتجمع راسها ما كتبقاش صيحه. غنطلقوا العجين على هذا الشكل، اذا من بعد ما كنطلقوا العجين على شكل طولي غادي نتنيوها على ثلاثه د المرات، يعني نتنيو هاد الجهه هكذا ونجيبو هادي نتنيوها هكذا اوكي، ونعاودو نجيبو هاد الجهه ونتنيوها هنايا يعني. هذا فقط نديروه صغير على هذا الشكل، نعاودو ناخدو هذه الجهه ونتنيوها مره اخرى هنايا، نتخلصوا من الزوائد ديال الدقيق ونعاودو ندخلو هذه الثلاجه كترتاح لينا مده ديال 10 دقائق، ونعاودو نطلقوها مره اخرى. اذا من بعد ما كتعاود ترتاح لينا العجين كنطلقوها هذه الجهه اللي هي مسدوده هي اللي كتكون على يدينا الشمال، غادي نعاود نطلقها مره اخرى حتى نطلقوها مزيان. صافي من بعد ما كنطلقوها كنعاودو على نفس الطريقه، يعني كنجيبو هاد التنيه من هنايا وكنجيبو هادي لهنا، نحاولو نتزولو من الدقيق المتبقي عندنا.
صافي ونعاودو نثنيوها على هذا الشكل هذا، وندخلوها مره اخرى للثلاجه ونعاودو لها نفس الطريقه مره واحده. يعني غادي نعاودو نجبدوها ونعاودو لها نفس الطلقه فقط المره واحده، وديك الساعه نكونوا قادرين اننا نخدمو بها. لكن ملي نجبدها من الثلاجه دائما الجهه اللي هي مسدوده غادي تكون على يدنا الشمال، فانا غادي نعاود لها نفس الطريقه ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الحشوه اللي غادي نستعملوها في هذا الكيش. اذا بالنسبه للحشو فاللي غادي نستعملو في هذا الكيش، اول حشو عندي هو الحشو ديال الدجاج. عندي يا اما 250 غرام ديال صدر ديال الدجاج مقطع صغير، اولا ممكن تستعملو كذلك الكفته، الكفته سواء ديال لاباند اولا ديال البقري اللي حبينا. كنشحروها بشويه ديال الزيت والملحه والابزار وبصله صغيره مشلضه، غير صغيره مشلضه رقيق. كذلك كنضيف معها شويه ديال الثومه وجوج معالق كبار ديال لا كريم فريش اولا البيشاميل اذا كان متوفر عندنا. ثم الحشوه الثانيه وهي البصله، عندي هنا جوج ديال البصلات مشلضين ومشحرين فقط بشويه ديال زيت العود اولا زيت المائده اللي حبينا مع مليحه والابزار. الحشوه الثالثه اولا اللي غنستعملو، عندي هنايا لي طوماط غيس مغسولين مزيان ومنقيين، يعني نحيد لهم كاع داك الشوائب اللي فيهم، نخليوها بالقشره ديالهم. كنقطعوها نحيدو داك الرويس اللي تيكون من الفوق ونقطعوها على جوج اولا الا كانت عندنا شويه كبيره كنقطعوها على اربعه. غادي نشحروها كذلك مع شويه ديال الزيت شويه ديال الزعتر وقليل من الثوم الا كان عندنا محكوك، نقدروا نستعملوا يا اما الثوم فريش اولا الفري اولا الثوم بودر الا كان متواجد عندنا. كذلك غادي نضيفوا له حتى واحد شويه ديال السنيده، تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، شويه ديال الزعتر وشويه ديال الملحه. هادو هما المكونات اللي غادي نستعملو هنايا في الحشوات الثلاثه. كذلك غادي نستعمل هنايا اربعه ديال الجوب المثلث، اوكي هذا بقيت حتى هو. اما بالنسبه للكريمه اللي غادي نحتاجو نديروها من الفوق، فعندي هنايا 50 غرام ديال الفرماج الاحمر محكوك على هذا الشكل، معلقه كبيره ديال الدقيق، بيضه واحده، 50 غرام ديال لا كريم فريش اولا نص كاس فايت بواحد شويه، وغنستعملو القليل جدا من الخميره ديال الحلوه. هادو هما المكونات اللي غادي نستعملو. ندوزو لطريقه التحضير. اذا كناخدو العجين اللي خليناه حتى لتحت مزيان في الثلاجه وكنطلقوها كيف ما قلت لكم، وخديت هنايا اطار فقط باش ما نطولوش لا فيديو. خديت اطار او ممكن تستعملوا اي مول عندكم ديال لي كيش، اطار لبستو بالعجين من التحت، وكذلك لبست الجوانب كذلك بالعجين وبركت مزيان في هاد الجوانب حتى يعني لصقات العجينه اللي في الجانب مع العجينه التحتانيه، وتكيتها مزيان بالفورشيك كاضافه اختياريه. انا فقط لانني كنبغي الطعم ديال الموطارد فغناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الموطارد وكندهنوا بها العجين من التحت. وانتم الا كنتو كتبغيو مثلا الطعم ديال المشويات ممكن توضعوا لاصوص ديال الباربيكيو دهنوا به العجين من التحت، او ممكن توضعوا كذلك الهريسه الا كنتو كتبغيو الحار بزاف. ف كندهنوا العجين على هذا الشكل. الفران انا شعلته كيسخن صافي. ثم غادي نبداو باول حاجه غادي نوضعوها في هذا الكيش، هي كطبقه اوليه، فغادي نوضعو الدجاج، فنوضعو الدجاج كطبقه اوليه، نسرحوه مزيان في جميع الجوانب، يعني ما نخليوش شي بلاصه خاويه بلاصه فيها وبلاصه لا. ثم غادي نوضع البصل من الفوق، نسرحو مزيان فوق الدجاج على هذا الشكل بحال هكا. ثم غادي نكمل بوضع الطماطم اولا الطماطم لي سوغيس، طماطم صغيره نسرحها هكا في الجهات كاملين ديال الكيش على هاد الشكل. ثم غادي ناخدو داك الجبن المثلث وغادي نقطعو هكا طريفات صغارين من الفوق على هاد الشكل صافي. غادي نخلط هداك البيض مع لاكخيم فخيش والدقيق والفرماج حتى كيتخلط لينا مزيان، عاد غادي نصبوه من الفوق ديال الكيش
صافي نحاول اننا نوزعو هكا بالتساوي حتى يتوزع لينا كامل على الكيش ديالنا. صافي غادي ندخلها الفران طيب حتى كتحمر لينا مزيان وكيطيب لينا هذاك العجين ونعاودو نطلقو باش نشوفها في الشكل النهائي ديالها. اذا هذا هو الكيش ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران، كيجي على هذا الشكل، كيجي من ألذ واروع ما يكون، وفعلا كنتمنى انكم تجربوه لانه فعلا كيستحق التجربه. فلا عجبكم الفيديو ديالو وعجبتكم الوصفه خليو لي لايك، بارطاجيو ما بين الاهل والاصدقاء ديالكم. كذلك كنتمنى انكم تبخلوش عليا بالاشتراك في الضغط على زر الاشتراك احمر ابوني او سبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. فخليت لكم راحه والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.